<applause> هذه واحد 15 يوم جا شي واحد بحالكم طرح لي واحد السؤال انا تكلمت بكل براءه وما كنتش عارف هذا ما كانش عندي فكره على ما يسمى المقاطعه انا لا ادخل في هذا الموضوع ولست معنيا به ويعني هذا هو الكلام الذي اقول لانه لانه الكلام الكلام ديالي البعض فهموا بانه انا مع او ضد انا لست مع ولست ضد ولست معني بهذا الموضوع لان انا مسؤول حكومي والمجتمع داك الشغل ديالو هذا الموضوع ديال الحليب وديال الجافيل وديال الكومير وديال الخيزو وديال مطيشه وديال البصله ما دخلش فينا ما كاينش شخصيا دابا مواطن انا ماشي مواطن يعني انا وزير انت كتسولني كوزير كنت مواطن ديال الزنقه ما تجيش تسولني